أعلنت شرطة مدينة نيويورك عن إلقاء القبض على سائق شاحنة دهس عدداً من المارة على رصيف في المدينة بحي بروكلين. وأعلنت شرطة نيويورك بأن عناصرها ألقوا القبض على سائق الحافلة المشتبه به أثناء محاولته الفرار إلى مانهاتن. وأوضح مسؤول أمني أن الشاحنة انطلقت بسرعة عبر حي باي ريدج في بروكلين قبل أن توقفها الشرطة بالقرب من مدخل نفق يؤدي من بروكلين إلى مانهاتن. وقالت شرطة نيويورك أن 8 أشخاص أصيبوا بعد أن صدمتهم الشاحنة، وتركت الحادثة 2 من المصابين في حالة حرجة و2 آخرين في حالة خطيرة، بينما كانت إصابات الأربعة الباقين خفيفة. وأضافت الشرطة أن سائق الشاحنة كان يحاول الهرب من نقطة تفتيش قبل أن يصيب 2 من المارة ويهرب. وتم إلقاء القبض على رجل مشتبه به في حي سانسيت بارك القريب.